ديري كتسمعلها لافتوما. C'est une maman qui a deux enfants, un peu âgés, une fille et un garçon. Une fille qui est déjà mariée et un garçon, l'itilab d'ordialo Taha. Il y a une opération Elixir qui est un long métrage où عندنا جودية إن شاء الله اللي غادي تقدم للجمهور المغربي في شهر رمضان الكريم. كل الأعمال ديالي جستها بواحد الصدق كبير بواحد الوفاء. إذا أي دور تقمصته كان دور اللي أصلا كنكون حبيته. هو أصل أي دور أنا تقمصته هو دور اللي حبيته. إذا كل الأدوار هي محببة لقلبي. أنا لا أقوم بالأدوار يعني اللي نقدروا نقولوا عليها ممكن تزال. يعني أن رول كي غراتوي سانا جامي إتي أن رول دو نجاة الوفي. الدراما المغربية اللهم لك الحمد غادة في واحد التقدم يعني زوين بزاف. الحمد لله ولات عندنا تشجيع بزاف من الجمهور وهذه فرصة باش نحييه على التشجيع ديالو للدراما المغربية. واليوم الحمد لله نقدروا نقولوا أننا عندنا دراما اللي كتضاهي يعني مستويات ديال الدراما العربية. مسلسل بنات العساس هو من بين أجمل القصص اللي عجبتني. لم أهاجر وأعيدها لم أهاجر وأكرر مرة أخرى لم أهاجر. أنا إنسانة طموحة وذهبت للديار الكندية لدراسة الإخراج. كورونا خدت لي أصدقاء وكورونا أعطتنا دروس في الحب في الصدق في التآخي. كورونا علمتنا بزاف الحوايج ولكن دات لنا بزاف الناس اللي احنا كنبغيوهم. من هذا المنبر كنحيي جمهور ومتابعين مدار 21 وتنبغي نقول لهم تنضرب لكم موعد ان شاء الله في رمضان بعمل جديد وشخصيه جميله جدا لاله فطومة وتنقول لهم خليكم ان شاء الله في السماء. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.